واش راه فهمي؟ السلام عليكم. القصه ديال الفيلم ديالنا غادي تبدا في 1992، غادي يكون واحد الاعصار قوي في المدينه، وغادي بان هاد الراجل هذا راكب مع جوج ولاد، الاول سميتو ويل والثاني سميتو بريز. الدراري بقاو كيتغنوا بيناتهم اللي كانوا راكبين مع باهم. باهم غادي يدور عند ولادو بقى كيهضر معاهم، ملي كان كيهضر معاهم واحد الشجره غادي تطيح قدامه وكان غادي يدخل فيها، ولكن في اخر لحظه قدر يهرب من داك الشجره هذيك. ملي هرب على داك الشجره الطوموبيل ما بغاتش دير امارش، غادي ينزل باش غادي يشوف الطوموبيل مالها. من بعد ولادو غادي يدخلوا لواحد الدار كاينه تما كاين باش يتخبعوا، حيت هاد الاعصار هذا كان قوي بزاف. الدراري مازالين كيتغنوا في الدار، واحد شويه باهم اللي سالا غادي تمراجع باش غادي يدخل للدار. فهاد الحداد واحد الخزان كبير ديال الماء غادي تم هابط وداز فيه. باهم غادي يموت والدراري غادي يبقاو وحيدين في داك الدار هذيك. غادي دوز 25 عام في 2018 في ولايه ميريلاند، غادي يكونوا كيهضروا على واحد الاعصار قوي اللي غادي يضرب المدينه. المدير غادي يعيط لدخونا هذا اللي سميتو ويل، وهذا هو داك الدري الصغير اللي باهم مات في الاول ديال الفيلم واللي عالم ارصاد دابا. عيط له المدير ديالو باش يمشي يطلع الدرون ويشوف الاعصار فين وصل. هاد البوليس هذا غادي يكون جمع الناس اللي ساكنين في المدينه وكيحضرهم من هاد الاعصار هذا اللي جاي. قال لهم هاد الاعصار هذا غادي يكون قوي على داك الاعصار اللي داز في الاول، وبقى كيطلب منهم باش يخويو المدينه وحتى شي واحد ما يبقى هنايا. الطريق غادي تكون مدبوزه بالطوموبيلات، وكانت واحد الطوموبيل اون بون هي اللي كانت دايره لهم السيركيلاسيون. غادي يبان واحد الكاميو كبير وكانت راكبه فيه هاد البنت هادي سميتها كيسي، وهادي بوليسيه وكانت سايقه هاد الكاميو هذا وكان مدبوز بالفلوس. كيسي ما بقاش قادره تسناك، غادي تكسر لي داك الكاميو باش غادي توصل للبنك، وغادي يكون معاها خونا هذا وسميتو كونر. فهاد الوقيته هادي صاحبنا ويل غادي يطلع الدرون ديالو، وغادي يعرف بلي هاد العاصفه اللي جايه قويه بزاف. ويل عيط للمدير ديالو وقال له بلي العاصفه راه قربت وغادي تكون قويه بزاف. فهاد الوقيته هادي كيسي وكونر غادي يقدروا يوصلوا داك الكاميو لداك المركز اللي غادي يحطوا فيه الفلوس. من بعد غادي يهبطوا داك الفلوس كامله، هاد الفلوس هادي قديمه وغادي يقطعوها. كيسي غادي يدير البصمه ديالها باش غادي تدخل الخزنه الكبيره. هاد الحده هادي الماكينه اللي كتقطع الفلوس خاسره. المدير ديال هاد البلاصه هادي غادي يكون ديجا عيط واحد جوج اللي غادي يصلحوا هاد الماكينه هادي. كيسي غادي تعيط للمدير ديالها الكبير وقالت له صافي بلي الفلوس راه وصلت، وطلبت منه باش يبدل المود باس ديال الخزنه الكبيره. غادي يمشيو لعند صاحبنا ويل اللي غادي يكون كيعيط لخوه بريز باش غادي يحضروا من هاد الاعصار ويقول له ما تخرجش لحقاش القضيه غادي تكون قاصحه. ملي شاف خوه ما جاوبوش في التليفون غادي يدير الديميتور باش غادي يمشي عنده نيشان. كيسي غادي تكون كتهضر مع هاد المدير اللي سميتو مورينو. فهاد الحداد المولد ديال الطاقه غادي يخسر حتى هو. الريزو ما غاديش يشد لهم في هاد البلاصه. المدير غادي يصيفط كيسي باش غادي تمشي تقلب على صاحبنا بريز باش غادي يجي يصلح هاد المولد ديال الطاقه. كيسي ملي غادي تكون خارجه غادي تبقى تشوف داك الجوج اللي جاو يصلحوا الماكينه اللي كتقطع الفلوس وكانت شاكه فيهم. ويل غادي يوصل عند خوه بريز اللي غادي يكون ناعس في الدار وبقى كيجمع له حوايجو باش غادي يخوي هو وياه المدينه، ولكن بريز غادي يكون ما مسوقش. ويل غادي يقول له بلي القضيه راه ما فيهاش الضحك، خصنا ضروري نمشيو بحالتنا من هنا. في المركز اللي فيه الفلوس غادي توصل واحد الطوموبيل، الناس اللي راكبين فيها قالوا بلي المدير مورينو هو اللي عيط لهم باش يجيو يديروا معاهم الاصلاحات. البوليس اللي في الباب منحهم ما خلاهمش يدخلوا، ولكن غادي يسيريو عليه وغادي تشبك قرطاس ما بيناتهم. القضيه غادي ترول داخل في ذاك المركز، وغادي يبان خونا هذا سميتو كونر اللي كان مع البنت كيسي اللي جابوا الكاميو فيه الفلوس، غادي يكون خائن وحتى هو خدام مع العصابه. العصابه غادي تجمعوا داخل في هذا المركز هذا. صاحبنا كونر كانت الخطه ديالو شفر 600 مليون دولار، هاد الفلوس اللي كانت غادي تقطع كان باغي يشفرها هو. كونر غادي يمشي لعند المدير مورينو في المكتب ديالو، وهنايا غادي نكتشفوا بلي هادوك الجوج اللي جاو صوبوا الماكينه اللي كتقطع الفلوس حتى هما خدامين مع العصابه. فهاد الوقيته هادي كيسي غادي توصل عند صاحبنا بريز اللي غادي يكون مع خوه ويل وكانوا غادي يمشيو بحالاتهم، وطلبت منه باش يجي معاه باش يصلح داك المولد ديال الطاقه. داك الولد والبنت اللي جاو باش يصوبوا الماكينه اللي كتقطع الفلوس بغاو يحلوا داك الخزنه الكبيره، ولكن غادي يكتشفوا بلي صافي كيسي بدلت المود باس ديالها اللي عيطت للمدير الكبير. كيسي وبريز ملي غادي يوصلوا للمركز باش غادي يصلحوا داك الماكينه ديال الطاقه، غادي تلاحظ بلي شي حاجه واقعه ماشي هي هذيك لداخل. غادي يجبدوا عليها السلاح، ولكن كيسي قدرت تهرب بحالاتها، وغادي يبقى صاحبنا بريز هنايا وغادي يشدوه باش غادي يدخلوا يصوب لهم داك المولد ديال الطاقه هو. العصابه غادي تبعوا البنت كيسي وكانوا كيتيروا عليها. في اخر لحظه غادي يبان صاحبنا ويل غادي ينقذها وهربها من هنايا. صاحبنا ويل غادي يكون طالع له الدم اللي غادي يعرف بلي خوه قبضوه العصابه ودخلوه معاهم لداخل. غادي يمشيو عند البوليسي اللي مكلف بالمدينه باش غادي يعاودوا له على شنو وقع، ولكن غادي يبان حتى البوليسي خدام مع العصابه وغادي يجبد عليهم السلاح. البوليسي غادي يعيط لذاك صاحبنا اللي سميتو كونر اللي كاين في المركز، وكونر قال له بغيتك تجيب لي البنت اللي سميتها كيسي حيت هي اللي غادي تقدر تفتح هاد الخزنه، المود باس عندها هي. كيسي غادي تقدر تسير على هاد البوليسي هذا وغادي يهرب، والبوليسي غادي يبقى تابعهم بالطوموبيل ديالو كان كيتير عليهم. كيسي الفردي ديالها ما بقاش فيه القرطاس. فهاد الحداد ديال صاحبنا ويل غادي يثبت الطوموبيل ديالو مزيان مع الارض، والطوموبيل ديال البوليسي غادي تكون جايه مجهد وغادي تدخل فيهم. كيسي غادي تنزل ومشات للطوموبيل ديال البوليس وخدات لهم السلاح ديالهم. بريز غادي يكون جالس وكيشرب، وغادي يجي عنده صاحبنا كونر وغادي يبقى يهدد فيه باش ينوض يصاوب لهم داك المولد ديال الطاقه. كيسي ملي كانت جالسه مع صاحبنا ويل في الطوموبيل ديالو بقات كتهضر معاه، قلت له بلي داك الجوج اللي جاو يصاوبوا داك الماكينه اللي كتقطع الفلوس هما اللي قدروا يخترقوا النظام وخرجوا كاع ما كان في المركز، اذا راهم دايرين شي شبكه ديال الريزو على برا. غادي يمشيو لواحد الريزو كاين على برا وغادي يطيحوه حيت فيه غادي يكونوا مثبتين الريزو ديالهم حتى هما. صاحبنا ويل غادي يطلع وغادي يلصق واحد الكرده كبيره باش غادي يقدروا يطيحوا هذا الريزو هذا. صاحبنا كونر
كورونر غادي يوصل هو والبوليسي باش غادي يقلبوا على البنت اللي سميتها كيسي، وملي غادي تبان لهم الطوموبيل ديال صاحبنا ويل غادي يبقاو يتيريو عليها. من بعد كيسي ويل غادي يكسيريو الطوموبيل ديالهم وغادي يطيحوا داك الريزو. وخوتنا اللي كانوا في المركز كانوا باغيين يحلوا داك الخزنه، بقات لهم نمره وحده، وملي طاح الريزو غادي يتكرهوا كلشي مشى لهم. فهاد الحدادي غادي تشبك بيناتهم في وسط داك المركز، وهنا بريز غادي يقدر يصلح داك المولد وغادي يجيهم الضو. ملي جا الضو بريز غادي يبانوا له داك الحراس ديال هاد المركز هذا، بغى يحل عليهم الباب، ولكن اصحابنا اللي مراقبينهم من الفوق غادي يديروا له الضو في الباب، وملي غادي يحط الضو غادي يضربوا الضو. ويل غادي يبقى يهضر مع البنت اللي سميتها كيسي، وقال لها علاش ما تعطيهمش المود بوست ويدوا داك الفلوس لحقاش الفلوس ماشي ديالك، وانت انا ما تصدح هذا، ولكن كيسي قالت له راه انفو غادي تعطيهم المود بوست وغادي يديو الفلوس، راه غادي يقتلوا كلشي وغادي يقتلوا حتى اخوك. صاحبنا البوليسي غادي يجي هو والرجال ديالو وبغى يتقلب على خونا كونر، قال له الفلوس اللي غادي تشفر من هنا غادي تقسم في النص. كونر كاع ما غادي يعطلو، غادي يجبد الفرد ديالو وتير عليه، وغادي يقنع داك صحابو البوليسيين باش يخدموا معاه وصيفطهم باش يقلبوا على البنت اللي سميتها كيسي وصاحبنا ويل. ويل وكيسي غادي يمشيو لواحد المركز تجاري. كيسي غادي تعيط لكونر فواحد السونفيل، قلت له غادي نعطيك المود باس ديال الخزنه ولكن بشرط واحد، غادي تطلق مورينو وبريز، ومن بعد ملي غادي تفتح الخزنه غادي تطلق داك الحراس. كونر غادي يوافق وقال له بغيت نعرف اين البلاصه راكم نتوما، وقالت له على البلاصه اللي راهم كاينين فيها. ويل غادي يجيب واحد اللبسه وغادي يعطيها لكيسي تلبسها، واحد شويه غادي يجيو البوليس وكانوا جايبين معاهم بريز. كيسي غادي تكتشف باللي ما جابوش معاهم المدير مورينو. هاد الحداد برا العاصفه غادي تكون قويه بزاف. ويل غادي يشوف الساعه ديالو وغادي يغمز كيسي، وكيسي غادي تجبد الفرد ديالها وغادي تيري على السقف ديال الدجاج الفوق، وهكا داك السقف غادي يطردق والعاصفه غادي تدخل داخله وبدات كتجبدهم لبرا. ويل وكيسي غادي يكونوا ديجا موجودين وكانوا رابطين راسهم. بريز غادي يقدر يهرب ويتخبى في الطوموبيل ديال خوه. ويل ملي غادي يرجع للدار ديال خوه باش غادي يشوف واش بريز وصل للدار ما غاديش يلقاه تما. كيسي مشات كتقلب على واحد الماده باش غادي تصاوب منها القنابل. فهاد الحدادي العصابه غادي يجيو لعندهم لهنايا. فهاد الحدادي غادي تضرب واحد الموجه ديال الماء قويه وغادي تخرج كلشي لبرا. ويل غادي يبقى يتقاتل حتى غادي يقدر يوصل للطوموبيل ديالو وغادي يشد فيها. كيسي كانت كتقاتل وشادو فواحد اللعبه باش ما يديهاش الماء، ولكن غادي يوقف عليها صاحبنا كونر وغادي يشدها. ويل كان جالس في السطح ديال الطوموبيل ديالو وكان فارعو البرد. فهاد الحدادي خوه بريز غادي يجيب واحد الباطو صغير وغادي يديه معاه. فهاد الوقيتة هادي صاحبنا كونر غادي يكون شد كيسي وداها لذاك المركز. كيسي قالت له ما غاديش نفتح لك الخزنه لحقاش درت معاك باش تطلق المدير، ولكن صاحبنا كونر غادي يهددها وغادي يشد المدير مورينو وحطوه في داك الماكينه اللي كتقطع الفلوس. وهنايا كيسي قالت له صافي غيحبس وغادي تعطيه المود باس ديال الخزنه. كونر ملي غادي يفتح الخزنه كبيره وغادي تبان له الفلوس قدامه، غادي يدور وغادي يسير على صاحبنا مورينو المدير وقتلو. قال لها قتلته بسبب ديالك انت حيت انت عطلتينا كنا غادي نمشيو بحالاتنا شحال هادي. ويل وخوه بريز غادي يمشيو للدار ويجبدوا السلاح ديالهم. الطقس غادي يستقر شويه وما غاديش تبقى داك العاصفه. ويل وبريز غادي يكونوا مراقبين داك الكاميونات اللي فيهم الفلوس غادي يتموا خارجين، وملي غادي يشوفوا مزيان غادي تبان لهم باللي كيسي راكبه معاهم حتى هي. ويل وخوه غادي يركبوا في الطوموبيل ديالهم باش غادي يتبعوا داك الكاميونات اللي فيهم الفلوس. ويل غادي يبقى يهضر وخوه وغادي يعتذر منه على داك المشاكل اللي كانوا كيديروا شحال هادي. العاصفه غادي تولي تجي مره واحده اخرى. ويل وخوه غادي يكونوا قربوا لداك الكاميونات. ويل غادي يطلع فوق الطوموبيل ديالو ونقز لداك الكاميون، وخوه حتى هو غادي يتبعو. غادي يمشيو يشبكوها مع صاحبنا هو والسطا ديالو، وغادي يقدروا يسيطروا عليه ويداولوا الكاميون. من بعد ويل غادي يخلي خوه سايق الكاميون وغادي ينقز هو الكاميون الثاني، في كاين البنت كيسي. كيسي غادي تكون شابكه مع دوك اللي كانوا خاطفينها، والكاميون غادي يخرج من الطريق وغادي تم غادي قاصد واحد الحيط كبير كان غادي يدخل فيه، ولكن في اخر لحظه صاحبنا ويل غادي يقدر يطلع ويحول له الاتجاه ديالو. فهاد الوقيته هادي بريز غادي يقدر يوصل عند صاحبنا كونر، وكونر غادي يجبد السلاح وبدا كيتيري عليه. كيسي حتى هي غادي تجبد السلاح وغادي تكون من موراه تيرات عليه وقاسته في يده. من بعد ويل وخو بريز غادي يتفقوا على صاحبنا كونر، دوبلوه وجاو قدامه وما خلاوهش يدوز، وهكا العاصفه بدات كتقرب له هو من الله. العاصفه كانت قويه وغادي تقدر تهز التالي ديال الكاميون وداك الباب غادي يتحل والفلوس كلها غادي يطير في السماء. هذاك الفاكو كامل غادي يطير في السماء، وصاحبنا كونر بقى كيشوف فيه ملي كان طاير في السماء. واحد شويه داك الفاكو غادي يتم هابط وغادي يهبط على صاحبنا كونر غادي بزطو. بريز غادي ينقذ الكاميون اللي كاين فيه خوه وكيسي، غادي يبقى يتقاتل حتى غادي يقدر يطلع الكاميون، وغادي يتم هاربين من هاد العاصفه هادي اللي كانت تبعهم من الله. صاحبنا ويل غادي يكسري لذاك الكاميو باقصى سرعه عنده باش يقدر يهرب من هاد العاصفه هادي. غادي يقدروا يهربوا من داك العاصفه وغادي يوصلوا لواحد البلاصه فيها الجو زوين، وقدروا يهربوا معاهم من داك الفلوس اللي كانوا باغيين يشفروا العصابه 200 مليون دولار. كيسي قالت لهم هاد الفلوس هادي غادي نحتفظ بها وغادي نسافر للمكسيك، وبريز حتى هو غادي يوافق، ولكن صاحبنا ويل ما غاديش يعجبو الحال. تالي كيسي غادي تقول لهم غير كنت كنضحك معاكم هاد الفلوس هادي غادي ترجع للمركز. خوت بغيتكم تكتبوا لي في لي كومونتير الا كنتو في بلاصه صاحبنا ويل وخوه بريز، واش غادي توافقوا باللي هاد الفلوس هادي غادي ترجع للمركز؟ انا بعدا والله لا رجعت. المهم خوت الفيلم ديالنا غادي يسالي هنا، نتمنى ما كنتش طولت عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. تشاوبوا فيديو جاي تهلاو، السلام عليكم.